قام العميد ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي والرائد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكية الخاصة بزيارة أكاديمية سانت هيرس العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، تلبية للدعوة التي تلقاها سموهما من آمر الأكاديمية لحضور حفل تخريج دفعة المرشحين الضباط رقم 173. ولدى وصولهم كان بالاستقبال آمر الأكاديمية وعدد من ضباط وأساتذة الأكاديمية الذين رحبوا بسموهما، ومن ضمن الخريجين في هذه الدفعة المرشح ضابط عبد الله السيد عطية من مملكة البحرين الذي حصل على مرتبة التفوق على دفعته، علما بأن المرشح ضابط عبد الله السيد عطية قد حقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق، فهو الضابط الوحيد الذي حصل على ثلاثة جوائز تفوق في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها، فقد حاز على جائزة سيف الشرف وعلى جائزة التفوق العسكري والأكاديمي وعلى جائزة التفوق الرياضي. وبعد انتهاء الحفل قام سموهما بتقديم التهاني للخريجين والتقيا بالمرشح ضابط عبد الله السيد عطية وتهنئته على هذه النتيجة المشرفة التي حققها التي تعكس الصورة الحضارية والتنافسية لطموح الشباب البحريني في هذه الأكاديمية العريقة المتخصصة في تأهيل وأعداد الضباط العسكريين على مستوى العالم. And I congratulate you all on behalf of your parents, your friends, your regiments and your corps on your proud and splendid performance. Your precision, panache and pride
to Officer Cadet Abdullah Atiyah from the Kingdom of Bahrain. Who has achieved the best overall results in military, academic, and practical studies. Today, it is awarded to Junior Under Officer William Miller, who is to be commissioned into the Corps of Royal Engineers. International Sword, presented by the State of Kuwait. The International Sword is awarded to the International Cadet considered by the Commandant to be the best of the intake. Today, it is awarded to Officer Cadet Abdullah Atiyah from the Kingdom of Bahrain. The Sword of Honour. The Sword of Honour is awarded to the officer cadet considered by the commandant to be the best of the intake. Today it is awarded to Senior Under Officer Nathaniel Newman, who is to be commissioned into the Rifles.